فلذلك مولاتي رقية صلوات الله عليها منذ ليلتين أو ثلاث ليالي في بعض الأخبار كانت قد اشتد بها الأمر مما رأت في السبي، لأن عندنا بعض الأخبار تشير إلى أنها هي التي نعم أتت إلى الفرات مع حميد بن مسلم، رأيت طفلة واقفة بباب الخيمة والنار تشتعل بآخر ثوبها. بعض العلماء يقول هي رقية وأتى بها إلى جسد أبي عبد الله. أأنت الحسين أبي؟ أأنت والدي؟ حميد بن مسلم يقول تركتها عند جسد الحسين وذهبت لأن ما أتحمل أن أسمع هذه الطفلة. يقول ما عرفت أباها لأنه كان جثة بلا رأس ومكبوب على وجهه بأبي وأمي. وأيضا مولاتي رقية صلوات الله عليها في الخريبة منذ يومين أو ثلاث من أول دخولهم إلى الشام اشتد بها الشوق إلى أبيها. دائما كانت في جلوسها حينما تأكل يؤتى إليها بالطعام تنادي عمتها زينب: عم زينب أين والدي الحسين؟ عم زينب أريد أبي الحسين، أريد والدي. تقول لها العقيلة أصبري. مرة تقول لها أن أباك في سفر. تقول عم أن المسافر يعود ولو بعد حين. قالت لها بني أن أباك لا يعود من سفره، المقصود عند العقيلة سفر الآخرة. فكانت تصبرها، فاشتد شوقها إلى هذه الليلة. في صبيحة هذه الليلة استشهدت مولاتي وماتت مولاتي رقية صلوات الله عليه. نامت بالليل، نصف الليل قريب الفجر يسمعون رقية تتحدث وهي نائمة، وهي نائمة كأنما ترى مناما، ترى رؤية. هي أخبرت لما جلست وإذا بها ترى أباها الحسين صلوات الله عليه، وتدري الاشتياق العظيم. لا إله إلا الله، والله مصائبكم عظيمة أهل البيت. سعد الله قلبك يا سيدي ابن الحسن، سعد الله قلبك يا زهراء يا فاطمة. احنا ماذا يحصل بقلوبنا؟ فكيف أنتم سادتي أهل البيت؟ يقول رأت أباها من شوقها تتحدث مع أبا يا حسين، أبا يا حسين، أتوا بنا سبايا، أبا يا حسين، ضربوا أختي سكينة، أبا يا حسين، شتموا عمتي زينة، أبا يا حسين، كنا نمشي حفاة ويضربوننا بالسيارة، تشتكي الطفلة لأبيها يا أول ليلة الشوايا، لما وذيت ليتوايا وخلوها بخرابة، ومن بين الخرابة رقية صيح بابا، ومن بين الخرابة رقية صيح بابا. لما ينسكتوها وبوها ذكروها، سووا جابه وراس ابوها، وشافت العزيزة، وشافت بمهابة ورقية صيح بابا. عاد العزيزة ونايك تخبر أباها الحسين
ما جرى عليها وهي في منامها. جلس النساء، بعض النساء يتعبدن في الليل، لم يكونوا نائمين، معهم بعض الأطفال، هذه تبكي هذه تئن، بعيدين عن دورهم، بعيدين عن بيوتهم، عن مدينتهم، أسارى سبايا بنات رسول الله. يقول هنا واحدة تقول للأخرى اسكتي فلنسمع ماذا تقول رقية. بينما هي تحدث أباها نادته: أبا حسين خذني معك، اللي مللت من الدنيا ولا أريد أن أفارقك، خذني معك أبا يا حسين. استجاب الأب لابنته، أخذها، لأن ما تقدر بعد، ما تتحمل العزيزة، ما تتحمل ما رأته عظيم عليها وعلى عمرها الصغير بأبي وأمي، شافت هالمصائب الكبيرة، ليس هين والله. يقول هنا: وياك جلست من منامها فزع مرعوب، وهي تنادي: أبا يا حسين أين أنت؟ الآن كنت عندي، أين ذهبت يا نور عيني؟ أين ذهبت يا حبيب قلبي؟ وإذا بمولاتنا زين قامت من مكانها، أتت عند العزيزة رقي، أجلستها في حجرها: بني لا تبكي، وضعت رأسها على صدرها: بني لا تبكي، إن أباك في سفر. قالت: عمك كان عندي جالسا وكنت أشتكي إليه ما جرى علينا. عم زينب كأني بها تخاطبها، ها لسان الحال هذا، كأني بها تخاطبها: عم زينب أخبرته أن القوم شتموك يا عمه؟ قلت له أن القوم ربما، الله أكبر، ضربوا أختي سكينة. أخبرته بما جرى علينا. العقيلة تبكي، العقيلة تنادي، لأن تعلم وصلت منية رقية. يقول: ضجت النساء والأطفال بالبكاء لبكاء رقية، فلا تسمع إلا منادية تنادي: وحسينة، وتلك تنادي: وعباسة، وتلك تنادي: ومحمدة، وتلك تنادي: وعليا. الله، عاد كل واحدة تنادي باسم العزيز من أهل البيت، واللي تنادي باسم الحبيب المصطفى. يقول: على الضجة، علت البكاء، على كان يزيد نائما في قصره لعنه الله، والسبايا في الخريبة، الخريبة عند القصر كانت. الله أكبر. يقول: سمع الصوت، قال: ما هذا الإزعاج؟ ما هذا الصوت الذي أيقظني من نومي؟ قالوا: يا أمير، إنها طفلة من أطفال الحسين، رأت أباها في عالم الرؤيا، والآن تريد والدها. فقال: عدو الله وعدو رسوله، ابعثوا إليها برأس أبيها. أكو خبر يقول، أكو رواية تقول: قال اللعين ابعثوا إليها برؤوس لعلها تتسلى. يقولون جابوا رأس العباس قمر العشيرة، شاف الإمام زين العابدين. يقول: أتت العقيلة لتراه، مولاي الإمام زين العابدين خبأه، قال لأحد الأعداء: خذه واذهب به، اذهب به، ليس بهذا الرأس تريد أختي رقية، ودي رأس العباس، لا تشوفه، لا تشوفه، عمتي زينب تموت، عمتي زينب. الله أكبر. يقول: قال: خذوا إليها برأس أبيها. جابوا رأس المولى أبي عبد الله، وضعوه بطبق، غطوه بمنديل، ناولوا للإمام، في رواية للإمام زين العابدين. الله يساعد قلبك سيدي، وانت تعرف شنو شايل بيدك. يقول: أخذه الإمام، صاح: عم زينب، عم زينب. قالت له: فدتك زينب يا ابن أخي، ماذا تريد بني علي؟ قال: عم خذ الرأس إلى أختي رقية.
قالت قد جاء قدر الله وقضاء الله. قال بلى عم، قضاء الله أتى على أختي. الله أكبر. عد دخلت العقيلة زينب شايلة الطبخ بيديها، أول ما شافت مولاتي رقية حسبته طعاما لأن شافت طبق مغطى، قالت يمكن أكل طعام. قالت عم زينب أنا ما طلبت طعاما ولو أن لي جائعة، لكن أنا جائعة على والدي، أنا عطشانة على والدي، أريد أشبع شوف منه، أريد أبوي الحسين. قالت عمّة ما طلبت طعام، أنا أريد والدي الحسين. قالت بني مقصودك في هذا الطبق؟ فلما وضعت الطبق أمامه رفعت المنديل وإذا بها ترى رأس أبي الحسين. أويلي رأس مقطوع أمامه، ويا رأس، رأس والدها الحسين. عيش المصيبة يا موالي، عيش المصيبة. إذا واحد كبير ويقول رأس مقطوع وعزيز على قلبه صاحب هالرأس، يصير بحاله شلون طفلة صغيرة ما تريدها تموت، ما تريد هالقلب الصغير يموت ويقف. الله أكبر. يقول أخذت رأس أبيها، شوف وين 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 العزيز حبيب رسول الله، حبيب علي، حبيب الزهراء. والله لا أشك بأن مولاتي فاطمة قاعدة عدها جالت عد رقية جالسة، لأن ما اجتمع اثنان يقسم مولاي الصادق يبكون على الحسين إلا وأمنا الزهراء وياهم. شلون بالخريبة والنساء كلهم يبكون والأطفال ومولاتي رقية تبكي؟ ما تكون حاضرة يقينا حاضرة مولاتي الزهراء. الله يسعد قلبك مولاتي وتشوفين رأس وليدك العزيز الحسين. يقول طلعت الرأس فزيت وشافت من بعيد، لسان حال الشاعر ها، صاحت هلا براسك يا العميد. والله يهلا يا ويال يا هلا العزنة في ليلة العيد، ليش قطعت بينا يا صنديد؟ ويا يا 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 من النوم من فزة الطفلة نادت ومدمعها تهلها يا عم أبوي، يا عم يا عم بعمر الفات كل ما يوم مرت علي ذلة. والله زينب يا عم والدي وين؟ عم أريدي حضرها الحين، من فراق قلبي الجسم نصين، درب لي وصلني إلى منين؟ دليني يا ست اللي ساوين مني يا عم قرب البين، وما أظن أعيشا بعد يومين. أويلي أويلي. أخذت رأس أبيها ضمته إلى حجرها، جعلت تخاطبه أبا يا حسين من الذي قطع وريدك؟ أبا يا حسين من الذي فرق بين رأسك وجسدك؟ أبا يا حسين. الله أكبر. أبا يا حسين من لليتيمة حتى تكبر؟ أبا يا حسين، أبا يا حسين تنادي والدها الحسين. أبا يا حسين، أبا يا حسين تنادي رأس أبيها تمسح الدم والتراب عن وجهه، وعينا إمامنا ناظرة إليها، لأن عدنا بالرواية عين المولى الحسين ما غمضتها، ما خلاه يغمض عينه. أويلي ما خلاه يغمض عينه، كان ينظر مفتوح عيناه بأبي وأمي لا إله إلا الله. يقول ينظر إليها مولاي الحسين، أخذت رأسه خلت في حجرها، أبا يا حسين خذني معك،
إني مشتاقة إليك أبا من الذي أيتمني على صغر سني. من الذي أيتمني على صغر سني؟ يقولون نادت أبا يا حسين. أحد الكبار من علمائنا يقول آخر كلمة نطقتها مولاتي رقية في الدنيا كانت حسين. نادت أبا يا حسين وضعت شفتيها فمها على فم أبيها تقبله يبست في مكانها هدأ أنينها سكن روعها نشفت دموعها. واحدة من النساء قالت لعل رقية قد نامت على رأس أبيها وإذا بصرخة ولي الله إمامنا زين العابدين عم زينب. آه يا زينب أم زينب ارفع الطفل عن رأس أبيها لقد ماتت رقية. ماتت العزيزة ماتت شهيدة الحزن والبكاء. ويالي 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 من شافت مخضب بدمه طاحت عليه تبكي وتشم وتصيح يا زينب يا عم جاوين ابويا حسين جسمه. نادتها والمدمع تهل عم القلب زودت همه ظل عتر بجسمه باليمه مقطع ولا واحد يلم. يقول هناك رفعتها مولاتي زينب وإذا بها ميت قد ماتت رقية. أصابتها السكتة وهي على رأس أبيها الحسين وسكت قلبها سكت الوجود حينما سكت قلبها. الله أكبر. هناك هدوة صارت. الإمام زين العابدين دخل حمل أخت العزيزة رقية شالها شالها العقيلة أغمي عليها لأن ما تتحمل مولاتي زينب. تشوف بعد رقية ماتت الآن فاقدة عز زينب حب فاقدته الآن شافت عزيزة الحسين ماتت شال الإمام زين العابدين. يقول هناك العزيزة زينب أحاطت بها إماؤها والنساء رموا عليها شيء من الماء. يا ابنة حيدر يا ابنة الكرار أفيقي زينب سيدتنا يا ابنة الزهراء. أفاقت مولاتنا زينب هناك نادت وأخاه وحسينة. ليش نادت وحسينة لما ماتت رقية؟ تدري ليش؟ ها هي عزت عزت أخوها شافت أقبالها عزته. الله أكبر. ولايات ولد وصاحت بدمع جاري بناتك زودن عقبك مراري. خويا المن أسكت لو أباوري. يقول أخذ الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في تجهيزها رقية. يقول كانت هناك أحدى النساء امتثلت أن تغسل رقية تركت غسلها ومشت. قالوا لها لما؟ قال لا أدري إني خفت حينما رأيت بدنها لعل فيها مرضا خفت منه. قالت لها العقيلة ليس بمرض أي للشوفي على جسمها الصغير مو مرض. يقول أتى الإمام زين العابدين أيضا يغسل أخته. يقول انحنى في زاوية وضع رأسه بين ركبتيه وصهر يبكي. اجت للعقيلة يا ابن أخي لماذا تركت تغسيل أخته؟ قال عم رأيت أثر الصيام ولا بتول أختي لا رقي. عم كانت تخبئ علينا تخبئ علينا ما تقول إلا الله أكبر. كانت تخفي علينا ما يجري عليها متعلمة مثل عمتها العقيلة
من كانوا يضربون الأطفال الصغار العقيلة كانت تدافع عن الأطفال، فهي العزيزة هم كانت تدافع عن الأطفال. الله أكبر. فتأتي السياطة عليها، قام الإمام دفنها، دفنها وحيث قبرها اليوم. الله يرزقنا وياكم زيارتها.